بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البلاي ليست دي هنتكلم عن الـ at الـ version 1.5. طيب الفيتشر اللي تم اضافتها هنشرحها يعني بشكل متتالي وسريعا كده. احنا عارفين ان الـ at عبارة عن باكج بتقوم بالجنريت كراد باسلوب مرن وسريع وبسهولة تامة في دقائق معدودة، عوض عن ان احنا كل شوية بنكتب الكود from scratch للكنترولر والموديلز والفيوز والكلام ده كله. طيب خليني انشئ project جديد، هقول composer create project laravel slash laravel، وانا هسمي المشروع بتاعي at v 15 او 1.5 يعني. طيب نشوف، هيبدأ المشروع ينزل، بعد كده هنكمل مع بعض في تنزيل الحزمة. بعد ما نزلنا الفريمورك هنبدأ بقى نخش على الفولدر بتاعنا عشان نبدأ بعملية التنصيب للباكج. هقول composer require php anonymous at اوكي، استنى لحد ما الحزمة يتم تحملها. طبعا هو حمل اصدار 5 1 و5 و3. بعد ما تم تحميل الحزمة وقمنا بتشغيل المشروع بكل سهولة، دي هتكون واجهة المشروع احنا عارفينه، لارافيل الاصدار الثامن وبدون اي مشكلة. اما نبدأ بقى ننصب الحزمة هيبدأ بتغيير الواجهة. هقول على طول php artisan at generate اوكي. طيب هنا في بعض الأسئلة، في رسالة فوق لابد ان كل المطورين يتم انهم يقروها ويتم فهم الرسالة دي، لكن خلينا اشرحها بكل بساطة. هي ان انت ممكن احيانا يحصل معاك connection reviews احيانا مع الاباتش بتاعك، ان كان local host او على السي بانل. فبالتالي هنا انا عندي يعني بعض الاباتشيز زي مامب واكزامب ووامب ولامب، طبعا سواء كان الشغل على ويندوز ولا على لينكس ولا على ماك. لو انت في اي اوبريتنج سيستم هيسالك السؤال ده، عشان لو انت شغال على مامب برو فبنضطر ان احنا نربط السوكت الخاص بالاس كي ال على المشروع. طيب خلينا، هيقول لي انت بتستخدم مامب برو؟ طبعا انا بستخدم مامب برو، فاقول له ايوه. بيقول لنا هعمل insert لي الباس بتاع السوكت، اقول له اوكي. هينسيرت كل التعديلات او اي تحديث هيتم هيحطه على طول اول باول في الانف فايل. طيب هنا بيقول لي اسم المشروع بتاعك، هقول له at. هنا هيقول لي انت عندك بورت خاص بيك بالنسبة للوكال هوست، انا عندي، لكن يعني انا حاليا شغال على بورت 8 3 8. تمام فهقول له يس. طيب بيقول لي انت عندك ايه البورت اللي انت شغال عليه؟ طبعا انا هقول له 4 8. تمام الديفولت بورت بيكون 80. طيب عندك بورت للداتابيز؟ طبعا انت ممكن تشتغل على اكتر من اباتشي في جهازك، فبتختلف من كل لوكال هوست للتاني، فممكن لوكال هوست الديفولت بتاعه بيكون 80 فيكون مستخدم في حاجة تانية، فانت بتضطر تحط بورت مختلف. فبالتالي هنا هقول له طبعا انا عندي بورت للداتابيز، هقدر احطه البورت بتاعي. طبعا الباي ديفولت بيكون، خلي بالك ان هو بيكون 3306، لكن انا هحط البورت بتاعي انا اللي هو 389. خلي بالك ان هنا في سؤال بيتكلم عن هل تريد انشاء داتابيز جديدة؟ طبعا الباكج بتقوم بانشاء داتابيز بالنيابة عنك بسهولة تامة، فاقول له يس. طبعا في ايرور هيحصل بعد بس مملى البيانات اللي هي اسم الداتابيز، هقول له at v15 مثلا، اليوزر نيم روت، الباسورد روت. لاحظ اول ما هيقول لي ان انت عايزني انشئ داتابيز هقول له يس. احيانا ممكن يطلع عندك الايرور ده ويقول لك ان الكونكشن ريفيوزد، فدي يعني احنا انا شغال على حل المشكله دي. لكن معلش هنعيد مره تانية الاسئله دي سريعا نجاوب عليها مره تانية، بحيث ان هو يقدر يسمع من الانف. بعد كده ان شاء الله هتلاقي المشكله اتحلت، وان هو هتلاقي ان بيكونكت على طول. طيب هنعيد مره تانية معلش الاسئله، فخلينا اجاوب بسرعه واقول ات اوكي. وهنا
يس هقوله 4 8ات، وادي الداتابيز البورت بتاعها. اوكي at v15 root. يس كده خلاص انشأ الداتابيز على ال PHP ماي ادمن او الانجن بتاعك اللي هو ماي اس كيو ال طبعا PHP ماي ادمن، وهيبدأ هو اوتوماتيك يجهز لك كل الحزم اللي انت بتحتاجها. يعني عندي هاني بوت، عندي حزم تانية احنا بنحتاجها، خلينا نتكلم عنها. لارافيل يو اي هيتم تحميلها، بعد كده هيبدأ يحمل الحزمة اللي هي intervention image، والحزم دي كده كده يعني بنستفيد منها كتير جدا، فمهم جدا ان احنا نتعامل مع كل الحزم. لارافيل كولكتيف لاحظ هيتم تنزيلها طبعا عشان احنا عارفين لارافيل كولكتيف، كل الحزم دي احنا عندنا خلفية عنها عشان بس ننشئ الفورمز الخاصة بينا. هينزل بقى تي سي بي دي اف، وهينزل الام بي دي اف، وهيحمل الجازل، وهيحمل المات ويب سايت اكسل. لاحظ في شوية حزم هيقوم بعملية البحث عنهم وتحميلها. في يعني حزم مهمة جدا، تقدر انت بعد ما تنزل الحزم دي كلها تكستمايز الحزم اللي انت مش عايزها وتمسح، لكن كل الحزم دي انا مجهزها لك في بيئة جاهزة على طول تقوم بالتعامل مع مشروعك. الان بي دي اف هيبدأ بالنزول. وطبعا ما ننساش ان احنا محتاجين الياجرا داتا تيبل، فهو هيقوم بتحميلها وتجهيزها، وكل التعاملات اللي هتتم مع الحزم، الببلشنج للكونفجز الخاصه بالباكجز كلها هيتم انشائها. يعني ما فيش اي تدخل ليك، حتى الاستورج لينك هيعمله لك من غير تدخل منك. طيب هننتظر لحد ما يحمل كل الحزم. هيبدأ هنا يعمل بقى لينك للستورج، وهيبدأ يببلش كل الفايلز والفولدرز اللي الباكج مجهزاها، وبعد كده هيبدأ يعمل دمب اند كومبايل لكل الياسس والبروفايدرز بتاعتنا، عشان نبدأ بقى احنا على طول نبص على السورس. لاحظ خلاص في شوية معلومات هنا، ان انت لو هتستخدم التصدير البي دي اف او تصدير الملفات الخاصة بيجرى داتا تيبل او التقارير على هيئة بي دي اف، فلازم تركب المكتبة دي. فالمكتبة دي عشان تركبها بتقدر تشوف طريقة تركيبها من خلال الرابط ده. ولو عندك اي رسالة ليا تقدر عايز توجهها لي، تقدر تبعت لي على الايميل ده بكل بساطة وهرد عليك. بعد كده هنا هتلاقي ان هو ان الادمن بانل بتاعتك ريدي. بعد كده هتبدأ تشوف رسائل تانية، يعني ما تنساش انك تحط او تعمل ريت للحزم على اللينك ده. هنا تقدر تستخدم اليو اي او اللارافيل يو اي، تقدر تبابلش اليو اي اوس بتاعتك از ا فيو او فيوز او بوت ستراب او فو او فيو جي اس او رياكت جي اس. طبعا هنا بتعمل مايجريت لكل الفايلات اللي نزلت، وبيكون عندك ديفولت ايميل وديفولت باسورد تقدر تستخدمه لتسجيل الدخول للادمن بانل. طيب خلاص كده نبدأ نشوف مع بعض. طبعا ده كان الواجهة الرئيسية للمشروع. هعمل ريفرش، هتلاقي الواجهة اتغيرت بالشكل ده. اول ما بيتم تحميل الحزمة بتلاقي الشكل الجديد ده، A simple track to make sense. بتقدر تخش على الادمن بانل من اللينك ده، وبعد كده تستخدم بقى هنا. طبعا لو تلاحظ ان الجداول ما عملنا لهاش مايجريت، فبالتالي هنا عندي ايرور. طيب نيجي هنا نبص على المشروع بتاعنا، بنلاقي هنا في الداتابيز فولدر هنلاقي ان احنا عندنا مايجريشنز فولدر اتملى ملفات جاهزه، اللي هو اليوزرز والباسورد والفيل جوبس والادمنز والفايلز والسيتنجز. كمان هتلاقي عندك في ال HTTP نزل فولدر الادمن
وعندك كلاس خاص برفع الصور. طبعا لو انت شفت البلاي ليست القديمة تقدر تشوف كل الخصائص دي عندك وتعرف طريقة التعديل عليها واستخدامها. وبتلاقي في الادمن فولدر بتلاقي السيتنج كنترولر والداشبورد والادمن اوثنتيكيت والمالتي جارد جاهزة عندك، عندك يوزرز وعندك ادمن. هتلاقي فولدر المودلز جواه الادمن موديل والفايلز والسيتنج واليوزر. كمان هتلاقي ان في تعديل تم على الاكسبشنز، وهو ان انا ضفت ميثود اللي هي الانفاليد جيسون عشان تديك سيجنتشر ثابته لكل الايرورز اللي بتحصل او الاير اي بي اي ستاتس، عشان تقدر تبقى عامل يعني سيجنتشر ثابته في كل حته تقدر تعدل عليها في اي وقت. لكن انا حاطط ده من اعتقادي ان ده الباي ديفولت اللي انت محتاجه، تقدر انت تغيره بكل سهوله. اوكي نشوف بعد كده، هنا هنلاقي ان انا في الراوتس فولدر نزل عندي ادمن وكونفيجريشنز، وهتلاقي الويب حصل عليه بعض التغييرات. طيب لو رحنا على الويب دوت بي اتش بي هلاقي ان انا البروتكت اجينست سبام، ودي اللي هي الحزمه الخاصه ب الهاني بوت عشان تحميك او تحمي مشروعك من هجمات السبام بتاعتك، ودي طريقه من ضمن طرق استخدامها. تقدر تخش على سبيتي هاني بوت على الجيت هاب وتعرف ازاي تستخدمها بكل بساطه. هتلاقي الكونفيج بتاعها هنا في الكونفيج فولدر، هتلاقيه هاني بوت. هاني بوت تعمل اعداداتك وتبدا تتوكل على الله، ونخش على الادمن دوت بي اتش بي. هتلاقي هنا بعض التغييرات تمت، يعني يستحسن انك انت ما تحذفش التعليمات دي لحد ما تخلص شغلك خالص بالحزمه، بعد كده تقدر تحذف اللي انت عايزه بكل بساطه. النظام اوتوماتيك رجع لك الاسلوب القديم بتاع الراوتس، طبعا لان بيكون في عندي هنا في البروفايدرز راوت سيرفيس بروفايدر الطريقه القديمه، بتلاقي النيم سبيس مقفوله فالسيستم فتحها لك بشكل تلقائي، وقام بعمليه الانكلود للكونفيجريشنز دوت بي اتش بي، وهنا الكونفيجريشن ليميت اللي بنلاقيها طبعا نازله مع الحزمه. هنا هتلاقي بيتم تضمين الادمن والويب والاي بي اي زي ما انت شايف. بعض الكونفيجريشنز اللي انت محتاجها ان انت هنا اد كونفيجريشن، ان انت تنيبل او تديسيبل الكونسترين بتاع الداتابيز، تقول له انيبل اور ديسيبل، والسكيما ديفولت سترينج لينث 191، ممكن تحط اكتر من كده زي ما انت عايز. طيب بعد كده هنا بنلاقي اللانج انونيموس، دي حزمه جاهزه بتقوم بتدعيم خصائص اللغه، بيبقى عندك الباي ديفولت عربي وانجليزي وفرنسي، تقدر تزود اللغات اللي انت عايزها مع انك تضيف ملفات لغه جديده بكل بساطه. هنا شويه اعدادات، ان انت ممكن تزود كولوم اسمه لانج في اليوزر تيبل وتقول له ترو، بحيث ان هو يسيف اللغه اللي اليوزر مستخدمها على الجدول. هنا بتلاقي اللانج روت، يعني يستحسن ان انت ما تلعبش في الاعدادات دي، فقط كل اللي تعمله ان انت ممكن تغير في اللانجوج، تحط اللغات اللي انت عايزها، والديفولت لانجوج هنا ممكن تحطها اي ار اي ان زي ما انت عايز، وفوق تعمل ترو اور فولس. ريدايركت افتر سيت، ان انت هنا عندك السيت دايركشن، ممكن تحط مثلا راوت معين، او انك تحط باك كلمه باك عشان هو يعمل باك على الصفحه اللي كان واقف عليها اليوزر. اوكي احنا كده يعني شرحنا بنسبه كبيره الحاجات اللي احنا نزلت عندنا. نقف لحد كده، ومن اول الفيديو اللي جاي بقى هنشوف ازاي هنستخدم الحزمه بكل بساطه. شكرا، سلام عليكم.